الزمن وحكم اللقاء. يا وائل حسام غالي، حسام غالي خد الانذار الرابع للاعبي في المباراه، والاربع انذارات للاعبي النادي الاهلي حسام غالي وعاشور ووائل جمعه وشريف عبد الفضيل بالاضافه لطرد بركات. ضربه حره، وائل جمعه بيطالب ب 10 ياردات. راسه وراس هذا المثلث هو فضل، ادي امرام يقع امرام على الارض وحكم اللقاء يحتسب خطا جديد من نصيب الترجي. اعتراضات مستمره من لاعبي النادي الاهلي، وخلاص يعني لن يفيد الاعتراض بشيء، لن يفيد الاعتراض في شيء، مطلوب التركيز في كره القدم. انرامو وفضل